بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا جماعه في قناه دايت للتخسيس. النهارده يا جماعه موضوعنا مهم جدا، هنتكلم عن فوائد الليمون مع الجنزبيل للتخسيس. بنتكلم عن الليمون والجنزبيل يا جماعه وفوائده للتخسيس، بعد كده بنتكلم على وصفه الليمون والجنزبيل للتخسيس، بعد كده بنتكلم عن المكونات وطريقه التحضير، بعد كده فوائد الليمون والجنزبيل الصحية للجسم، وبعدين نتكلم عن فوائد الليمون والجنزبيل للبشرة والشعر، وفوائد الليمون والجنزبيل للجهاز الهضمي. أولا الليمون والجنزبيل يا جماعة، يعد الليمون من النباتات التي تنتمي إلى مجموعة النباتات الحمضية، أما الجنزبيل فهو من النباتات التي تنتمي إلى فصيلة الزنجبيلية، وهو ذو رائحة قوية جدا وطعم لاذع، ويحتوي شراب الليمون والجنزبيل على كثير من الفيتامينات زي فيتامين B2 وفيتامين B3 والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين C الأحماض الأمينة ومضادات الأكسدة. بعد كده بنتكلم على فوائد الليمون والجنزبيل للتخسيس. شرب الليمون والجنزبيل له فوائد كثيرة في التخسيس، وذلك من خلال حرق الدهون، وتحديدا الدهون المتراكمة في منطقة البطن والخصر، مما يخفف من الزائد ويكافح السمنة، وأيضا يجعل البطن مسطحة ويشد الجسم من كافة جوانبه. بنتكلم على وصفة الليمون والجنزبيل يا جماعة للتخسيس. بنتكلم على المكونات بتاعتها: ربع كأس من الماء الدافي، تاني حاجة معلقتين صغيرين من الجنزبيل الطازج الأخضر، أو 3 معالق صغيرة من جنزبيل البودرة، تالت حاجة عصير حبتين من الليمون الحامض، رابع حاجة كمية قليلة من العسل أو السكر الأسمر. بعد كده يا جماعة طريقة التحضير: بنخلط كافة المكونات معا في وعاء، وبنبدأ نشرب كأسين يوميا، كأس في الصباح الباكر بعد وجبة الإفطار، وكأس في المساء بعد وجبة العشاء الخفيفة. في العشاء تكون وجبة العشاء خفيفة. طيب، فوائد الليمون والجنزبيل الصحية. فوائد الليمون والجنزبيل الصحية للجسم في أنه فاتح للشهية وينقي الدم ويقي الجسم من السموم والفضلات ويعزز جهاز المناعة في الجسم ويقويه ويخفف من التهاب اللوزتين، التهاب اللوز، وينظم ضربات القلب ويقوي جدران الأوعية الدموية، كما أنه يعالج من مرضى الكلى. مرض الكلى يا جماعة بيعالج منه، ويفتت الحصى المتراكم على الكلى والمرارة، ويخفف من دوار الحركة، وأيضا يخفف عروق الدم، ويخفف من آثار مرض السكري، ويقلل من موت الخلايا. يعالج العديد من الأمراض مثل آلام الحلق والبلغم المتراكم في الصدر، كما أنه يعالج لدغات الحشرات مثل لدغة النحل، ويذهب الرائحة الكريهة من الفم، ويقلل من تشنجات الدورة الشهرية وآلامها، ويخفف من اضطراباتها، وأيضا يعقم الجروح،
ويهدئها ويساعد على اكتمائها بسرعة ويمنع نزيف اللثة ويقي الجسم من عدة أمراض مثل الإنفلونزا ونزلات البرد وسرطان المبايض وتكيسها. فوائد الليمون يا جماعة والجنزبيل للبشرة والشعر. تتخلص فوائده للبشرة في أنها يقي البشرة من التجاعيد المبكرة والخطوط البيضاء ويجعلها حيوية ونضرة، كما أنه يحافظ على صحتها ويرطبها ويكافح جفافها ويخفي البقع السوداء ويعالجها من الشوائب والجراثيم. أما فوائده للشعر تكمن في أنه يحافظ على صحته ويجعله قويا ويكافح قشرة الرأس البيضاء ويمنع تساقط الشعر ويزيد من كثافته، كما أنه يكافح الصلع. فوائد الليمون والجنزبيل يا جماعة للجهاز الهضمي، دي أهم حاجة يا جماعة برضه. تتمثل فوائده للجهاز الهضمي في أنه يعالج من الإمساك ويكافحه ويحل مشاكل الهضم ويعالج عسرها، وهو ملين ومضاد للبكتيريا المعوية ويقتل الديدان المعوية، كما أنه يخفف من آلام المعدة وتهيج القولون بالنسبة للناس اللي بتعاني من القولون باستمرار والتهاب الأمعاء، ويطهر الجهاز الهضمي ويخفف من الغثيان والقيء. ولهذا الحد بننتهي من الدرس بتاعنا النهاردة يا جماعة، وبنتمنى إن تكون استفدتم من الوصفة الجميلة دي، الليمون مع الجنزبيل للتخسيس. وما تنسوناش يا جماعة في مشاركتكم في القناة وتفعيل زر الجرس في القناة وسبسكرايب ولايك، وشكرا لكم ونلتقي في الدرس القادم.